يظلمنا الله يظلمه، واللي يجوعنا الله يجوعه، واللي يتعدى علينا ربي ما يتعدى عليه، والدنيا قصيرة والآخرة طويلة، تما غادي نعيشوا، اللي يجوعنا الله يجوعه. السلام عليكم الإخوان، الاستضافة ديال شاون بريس هذا شرف لنا أننا حضرت معنا هنا. كنطلبوا من المسؤولين أن يشوفوا من حال الدرويش بمدينة، بالخصوص بمدينة شاون، أن الغلاء كيرتفع، الغلاء كيزيد يرتفع، بالخصوص المسائل ديال المواد ديال الجبن والدانون ولا السكر ولا كل شيء، وعاد كنسمعوا باللي البوطه الكبيره غادي تزيد حتى 140 درهم، اللهم هذا منكر. كنوجهوا الرساله ديالنا للمسؤولين انهم يشوفوا من حال الدرويش، من حال هاد الساكنه ديال مدينه شفشاون، انهم يخفضوا قليلا في الاسعار. راه الدرويش مدينه شفشاون ما عندوش فرص الشغل، ما كاينش معامل، ما كاينش بلاد كبيره انها هنا تكون واحد البلاد كبيره في اقتصاديه، والرواج كاين باش واخا تزيد في البوطه ماشي مشكل. راه الدرويش كيصور، حنا بيدنا هنا كنصوروا 100 درهم، اذا مشيت غير باسي ولا هذه كنخسرها. كندخل للحانوت كنبقى مدوخ، مول الحانوت هذه زاد الدرهم، هذه زاد جوج دراهم، هذه ثلاثه دراهم، حتى المراقبه ما كايناش. وهذه الرساله ديالنا موجهه للمسؤولين والمعنيين بالامر انهم يتحركوا ويشوفوا حتى هذه الحوانسيه وهذا الدكاكين اللي كيبيعوا، يعملوا لهم واحد المراقبه، واحد السقف ديال الاسعار، ماشي واحد زي جوج دراهم كنشريها انا في الباب السوق بجوج دراهم زايده، انت حيت كنشريها بدراهم زايده. والرساله ديالنا كنتمنى تكون واصله وشكرا. بالنسبه للماكله نعم سيدي، راه هذه ما خصهاش تكون. واش السميده شكرت السميده تزاد في دقه واحده 130 درهم؟ ما كايناش، ماشي هي هذا الزياده خصها تكون. حنا كنا كنشريو الزيت، انا كنشري الزيت ب 5500، دابا كنشريها ب 85 درهم، 30 درهم زايده في دقه واحده. الله يحسن العون بوبري. انا خدام هنايا في المحطه ندبر 70 درهم ولا 80 ولا 100 درهم، وانا كاري ب 1400 درهم، وعندي سته د العيال، وعندي واحد كل واحد عايش بها. وفين غنمشي انا؟ دابا انا نهضر غير على راسي بلا ما نهضر على واحده. هاد الزيادة ما خصهاش تكون هايدا، الزيادة ما خصهاش تكون هايدا، خصها تكون في واحد المستوى. غادي نزيدو في الزيت نزيدو واحد 5 درهم ولا 10 درهم، واحد 2 درهم في اللترو، ما نزيدوش 6 درهم في اللترو. بالنسبة للزيت، بالنسبة للسكر، بالنسبة للطحين، راه بزاف. والمواطن جالس، أنا كانت عندي 4 مليون مخبعة غنعمل بها العملية، أنا كليتها في كورونا 17 شهر وأنا جالس. كليتها في كورونا 17 شهر وحنا جالسين. انه هذا كورونا، هذا كوفيد، هذا راه خرج على عباد الله، ولكن هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى، ماشي ديال الناس، هذا الشيء ديال الله، وخصنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كنقول لك زعما هذا كورونا راه خرجت على الناس كاملين، على العالم خرجت عليه، ماشي نقولوا غير حنا في بلادنا ولا على العالم راه خرجت عليه هذا الشيء. ولكن كنهضر